ثم الصوم عبادة تركية، الإنسان يتقرب إليه الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه في وقت النهي عنه، تقرب إلى الله عز وجل وطمعا في مزيد فضله وبره، وهو العبادة التي لا مثل لها وليس لها عدل. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، في رواية لا عدل له أو لا عدل له، لا يعادل شيء. ويكفي إن الله تعالى اختصه لنفسه من بين أعمال العبد، ومن دلالة هذا الاختصاص التي استنبطها أهل العلم رحمهم الله وإيانا أن صوم الصيام يحفظ له، الصائم يحفظ له فلا تنقصه مظالم الخلق، فلو ذهبت أعماله مظالم حسنات لمن أسى إليهم فله رصيد باقي عند الله جل وعلا وهو عمل الصوم، إن الله اختص الناس كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويكفي إن النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده في العبادة وأنه الأسوة الكاملة كان يزين عمله بالصوم لعرضه على الله جل وعلا، فيصوم الاثنين والخميس ويعلل ذلك بقوله يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله تعالى فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فما أعظم الصوم من شريعة، هذا دليل الزهد في الدنيا، ومن زهد في الدنيا فليبشر بأوفر الحظ من نعيم الآخرة وثواب الله جل وعلا له. ولهذا اختص الصائمون بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيره، نسأل الله الإعانة على كل طاعة والعصمة من كل خطيئة والتوبة من كل معصية.